عندنا الدياسترو هذه ما شاء الله زارتنا اليوم للعام 2021 باش نشوفوا المشكله تاعها، راح نهضروا عليها باذن الله الرحمن الرحيم. شوف يعني تصميم رائع للسياره دياس 3، يعني بسم الله ما شاء الله خدموها خدمه اتقان ما شاء الله. هذا في الخلف تاعها، روحوا نشوفوا لافون تاعها، روحوا نشوفوا لافون تاعها. سياره ما شاء الله، الله يبارك. التصميم تاعها في الامام دي اس 3. نروحو نشوفو المحرك ونتكلمو على العيب اللي دخلت عليه. نروحو نشوفو الموتور، ها ولا للعلم محرك فيها تي اش بي 3 سيلان، محرك تي اش بي 110 شوفو، كاين اللي فيه 130 شوفو. علبة سرعة اوتوماتيكي فيها الاي ا تي 8 للعلم. زياده هذا تي اش بي زايد له تيربو، وعنده هنايا عنده هنا بومب دانجيكسيون تاعه تاع ليسونس، دايرينها لهنا بومب اش بي ودير له تيربو كبير. هذا هو تي اش بي المحرك المعروف في هذه الجينيراسيون، هذه موجود ثاني في 200 ويتاليا 2020 2021، ثاني فيه نفس المحرك. هذا للعلم هادو فيهم لاشين دور في الزيت غير كيما الان دو فيتي اللي دورو 208 نورمال 2013 هادو كوكا، لا سيما هادو عندهم اشكال، هادو لاشين تاعهم ما طولش تطرطق زعما. بكل صراحه باه نقولها خوتي، ديجا هاد الانسان فات على هاد المشكله هادي، ما مشاش مام با 50000 فيكيل جديده 42000 ما على باليش، طرد قلت له لاشين عاودوا له لاشين، دروك جات مشكله واحده اخرى، قال لي تيراج راح لها كاع. بعد ما درنا لها دياغنوستيك تاعها وكاع، قعدنا نشخصوا في دياغنوستيك، يطلع عندنا البي 0014 المعروف فيهم اللي هو ديفازير دابراكام دي شاطون. عندها هذا اللي يتحكم في الفي في تي، هذا يتبدل وما كاينين صوالحها اصلا، صوالحها لاشين وكاع، قال لي جبتهم كاع من اسبانيا سيد، ما كانش انا لا بيس تاعها قليله. عندها هذا يتبدل باسكو حنا ما قدرنا نديرو له والو، قدرنا نقلعوه ونقيناه عاودنا ركبناه درنا له لادابتاسيون، سرحت شويه بصح بقى نفس المشكل. يعني يتشونجا مام في الدياغنوستيك طالع الديفو، مشي في جي تي بارمانون، يعني يقول لك لازم يتغير هذه القطعه هذه. هذا هو اللي دخلت عليه، نروحو نشوفوها من الداخل ثاني كيف دايره التصميم تاعها الرائع، باسكو الديزاين عجبوني سيارة تاع دياز الله يبارك. الداخل ديزاينر زعما ما شاء الله يخدم لك سياره الداخل تحفه، لكن محرك في الايسونس زعما نقولها بكل صراحه، محرك في الايسونس هادو جينيراسيون تاع البيجو شويه فيهم مشاكل، ماشي شويه بزاف فيهم مشاكل، انسان ما يهربش من الحقيقه. ما الاش دي تاعهم ديزل تاعهم ما تخافش منه. هذا التصميم تاعها من الداخل، شوف كيف دايره ما شاء الله، جاي كل شيء سامبل لكن ما شاء الله. شوف معايا، شوف علبة سرعة اوتوماتيك او اتي 8، شوف هنا التصميم كيف داير، اكرون دي في دي ريتم صغير، طابلو دبور فينيسيون كيف دايره ما شاء الله. فولون تاني صغير غير كيما تاع 208، نفس الحجم ما بدلوش لي باليت سبور. ماك تشوف هادو طابعينها تاني ما شاء الله ما شاء الله، صغيرة ومحاينها كبار كيما يقولو تاوعنا ما شاء الله. لكن القطع الميكانيكية تاعها غالية بزاف وقليلة تاني، هذا هو اللي السيارات هادو دروك مشكلة. تشري سيارة 2022 ولا 2021 ما تلقاش صوالحها، هذا مشكل. لي بوجي تاعها ما كانش، ما تلقاش لاشين، يعني انسان يبغي يدير حتى اوتوريتي هكا ما يلقاش قطع الميكانيكية. وزيد كان لي بون تاني سونسيبل بزاف، يعني حاجه تاع والو تنطق لك حاجه جديد، هذا راه كيما هكا كلشي تكونسوما بالخوف، كلشي بلاستيك، هذا هو المشكل. المصنعين اتفقوا على هاد الحاجه هذه، خدم لك سياره تحسبها جوي كيما نقولوا نورمال، تحسبها جوي ما تعيش بزاف ويبدو المشاكل فيها. هذا هو، مع السلامه، السلام عليكم.